انا عن نفسي انا جات لي اجزيمه عصبيه بسبب الاحداث اللي المرضين كام سنه وما فيش جديد. اللي اتخرجوا مش لاقيين شغل، عندهم الحاله النفسيه عندهم صعبه جدا، قاعدين في البيت مكتئبين. لا انت بص للمصريين كلها تلاقي لمؤاخذه الناس ماشيه مغيمه غيامه على وش الناس، فتعب. مش مصاب بمرض نفسي لكن انا بتاثر باللي بيحصل حواليا في البيئه المحيطه دي. انت نفسك لو شفت واحد مريض او شفت واحد تعبان في الشارع هتتاثر نفسيا، هيصعب عليك، ده تاثير نفسي. انت نفسك نازل الشغل مش عارف تجيب رزق لعيالك هتتاثر نفسي بالتاكيد. لو مفيش استقرار مثلا نفسي وما تعرفش تشتغل كويس وما تعرفش تنتج او كده، فده طبعا بيسبب لك مشاكل طبعا مش كويسه. يعني عايز اروح مشوار مفيش في جيبي الا فلوس معدوده. لما دلوقتي هيئه يعني النقل العام بيعمل اضراب فببقى واصله المكان انا اصلا مضطربه. مفيش مصري ما عندوش اكتئاب نفسي، كل الشعب المصري عنده اكتئاب نفسي بس بنسب تتراوح. هي اللي ماسكوا عندنا احباط كفايه، يعني مش لسه مستنيين، عندنا احباط وعندنا اكتئاب. يا ربي بعد لما انا راجع من شغل، انا راجع موظف باجي من شغل مش عارف مخنوق لوحدي. مش عايز اقول احباط، يعني قربنا يعني مرحله احباط فعلا. بجدد التحية بحضراتكم. شايفين الناس مكشرة ازاي في التقرير ده، وفي احد المواطنين السادة المواطنين بيقول لك المصريين عندهم اكتئاب، كل المصريين، وعندنا احباط. بس ده الكلام ده بيناقض كلامك يا دكتور عكاشي. بالعكس، هم بيقولوا كلنا عندنا اكتئاب. هم بيشخصوا، هم اطباء نفسيين. لا طبعا، هم عندهم الصحة النفسية اكتئابية، لكن ما عندهمش مرض الاكتئاب اللي عاوز دكتور نفسي يعالجه. نعم، دي عاوزه حاجات معينه. لاحظ حاجه، الفقر والبطاله والازدحام والادمان بين قوسين حط الترامادول والحشيش، كل دول عوامل تخلي الصحه النفسيه سيئه جدا. الترامادول استهلاكه زاد في مصر في 3 سنين. الترامادول طب ده مش بس كده، ده الترامادول ابتدى يوصل النسبه بتاعته زي الحشيش. زي الحشيش، الحشيش استهلاكه زاد عند المصريين في 3 سنين. والترامادول زاد بشكل غير طبيعي، ويقال يعني كتير جدا من المعتصمين واللي بيضربوا واللي بيسوقوا بالعربيات بطريقه غريبه جدا واللي بيقوموا بحاجات استهانه بالمجتمع، ان دول تحت تاثير العقاقير دهيت. لا زاد الترامادول. في غيره كتير حاجات تانية يعني. احنا بس الحشيش لا يزال هو المخدر الشعبي للمصريين. يعني احنا في الابحاث بتاعتنا ان حوالي 92%، الابحاث دي كانت من حوالي 5 سنين، 92% إيه؟ من اللي بياخدوا مخدرات بياخدوا حشيش، بيحششوا. الحاجات 8% بقى تنوعات. خليني ارجع لحضرتك واستكمل بقيه امراض النفسيه اللي اصابت المصريين في ال3 سنين اللي فاتوا، وده من خلال حوار واحنا بنجهز لهذه الحلقه بيننا وبين عالم الطب النفسي الاشهر الدكتور احمد عكاشي. ندخل على الخوف، القلق النفسي، والاكتئاب المصاحب لالم جسدي. دول ال3 امراض الباقيين. نتكلم على الخوف. الخوف عاده بيبقى مصاحب مع قلق نفسي شديد. نعم. طبعا كل المصريين خايفين على مستقبل اولادهم دلوقتي. نعم. وعلى مستقبلهم الخاص. وعلى مستقبلهم نفسه. خايفين على مستقبل مصر. نعم. مش عارفين هل التعليم هيتحسن؟ يعني ما يحصل تقرير ان التعليم الابتدائي في مصر من 148 دولة. الترتيب بتاعنا 148. 148. يعني اذا كنت انت ابتدائي مفيش تعليم تقدر تتصور بقى. ده انا عفوا يعني هقول لحضراتكم 148 من 148. ده تقرير المنافسة الدولية، كانوا طالعين كان مكتوب ترتيب التعليم في مصر على مستوى العالم من 148 دولة احتلينا المركز الأخير الابتدائي. قبلنا بنين وتوجو واليمن. والتسرب
التعليم والحاجات دي يعني مش عايزين نحبط. فاللي انا عاوز اقوله لا اصل ده برضه بيعمل قلق للاسر والحاجات دي. ان الخوف ده امر مبرر دلوقتي. فالخوف على المستقبل والخوف من الحاضر والخوف على مستقبل البلد منتشر. لكن في مخاوف تانية بقى يعني في ناس دلوقتي بيخافوا ينزلوا من الشارع عشان موجود مفيش امن. نعم مفيش امن. واسر لغت رحلات يوم الجمعه. في ناس ما بيرضوش يصلوا الجمعه دلوقتي خايفين من المظاهرات اللي بتحصل بعد صلاه الجمعه. فالخوف هنا واخد حاجات اجتماعيه. لكن هل احنا مبالغين شويه في الخوف ده؟ لا 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 ما هو اصلا العمليه نسبيه. لكن بقى في خوف تاني من الامراض. في ناس بيخافوا مثلا ابتدوا يخافوا من ان يجيلهم سرطان. في ناس يخافوا ان هم يجننوا يخافوا يجيلهم القلب. في دلوقتي الخوف من الايدز. في خوف من الزهايمر. لا خلينا على الخوف العام عند المصريين من الغد من المستقبل من بكره. طبعا ده هو ده موجود. وانت يعني زاد في الثلاث سنين اللي فاتوا. امال زاد جدا لان كلما نتوقع شيء يحصل حاجه توقف هذا التقدم. مين بقى الوزير الهمام ورئيس الوزراء الهمام والمرشح الرئاسي الهمام اللي داخل على الشعب خايف وقلقان هيتعلق في رقبته هيقول له بص تعمل لي الطلبات دي صح؟ لا بس هي حاجه بسيطه جدا. الخوف ده هو اذا انت كان في قانون وفي قضاء وفي امن خد انتهي خالص. دي المعادله الثلاثيه. على طول. امن قانون قضاء. والقضاء نمرة واحد. نعم. القضاء يبقى سريع شويه ناجز. لان القضاء اللي هو مش سريع ده ظلم في حد ذاته. طب خليني اتجاوز الخوف واوصل للقلق النفسي ثم الاكتئاب عشان انهي العشر امراض. تعليق حضرتك على القلق النفسي عند المصريين زاد في الفتره اللي فاتت. لا شك لا شك ان اعراض القلق النفسي. لكن مرض القلق ما زال هو تقريبا النسبه بتاعته اللي هي 3-4% من مجموع الشعب متداوله عالميا موجوده. اللي هي متداوله عالميا. ولكن اعراض القلق يعني ما فيش حد مستريح لان القلق ده بيديك احساس غريب جدا اللي هو احساس بالخطر. ترقب شيء مش كويس. عارف انت بكون داخل امتحان شفوي او داخل امتحان عارف احساس ده اللي هو ما بيبقاش حاجه لطيفه. ده موجود في 24 ساعه ومش عارف السبب ايه. نعم ده القلق النفسي الاحساس الداخلي. بس احنا برضو قاعدين مش مرتاحين. احنا مش عارفين بكره هي في ايه. هي دي مقلقين. احنا مش عارفين هل هيبقى في ثوره تاني قادمه. هل هيجي لنا رئيس كويس. هل هنعمل مظاهرات تاني. هل احوالنا هتتحسن. هل ال 1200 جنيه هيكفوني. يعني كل ده هي عمليات ترقيع. ترقيع ايوه. لكن هي البنيه التحتيه التعليم والصحه اذا تحسنوا هتبص تلاقي كل الحاجات ده هي تمشي كويس. ولكن قبل التعليم والصحه لازم يكون عندك انا قلت لك القانون هيبه الدوله الامن. ما فيش حاجه هتتصلح ابدا من غير الثلاثه دول. الاكتئاب المصاحب لالم جسدي. لا ما ده احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي هو اللي سميته انا الاضطراب او الاكتئاب اللي هو بينشا او بيبتدي باعراض الم. اكتر حاجه مش السحنه بتاعه الاكتئاب. اول حاجه الام في الجسم وفي اي حته في عضلات الظهر عضلات الكتف وبتاع ويقول لك عندك ديسك عندك مش عارف ايه الكلام ده كله. اتنين صعوبه التركيز خاصه لما يكون طالب بيذاكر. ثلاثة إحساس بالإعياء والتعب. تصور إن دولت أهم من سحنة الاكتئاب أو إن هو يبان على وشه إنه مكتئب. طب علشان ما حدش يكتئب من السادة المشاهدين والناس كده ما تكتئبش ده الأمراض العشرة اللي ممكن يكون أصيب بعض المصريين بيهم في ثلاث سنين. وأنا قاعد بقى مع دكتور أحمد عكاشة. ريح قلبي كده وطمني واديني الروشتة. أعمل إيه علشان أتمتع بصحة نفسية حلوة؟ أهم حاجة في رأيي أنا القدرة على التسامح والعطاء. يعني كلما انت كنت عندك القدرة انك انت تدير الغضب بتاعك وتسامح كلما انت هتلاقي صحتك النفسية احسن. والصحبة الطيبة يعني كلما انت قعدت مع مش صحبة الحشيش وقعدة البير. لا دي مش طيبة. هو ما حشيشين يعني مش الصحبة الطيبة لا تتصور دي. نعم. وبعدين انك انت تتعامل مع الناس يعني كلما انت قدرت تتجاوز نفسك وتحب الناس لا تتصور ده بيعطي للانسان انجاز في الناحيه النفسيه بتاعته. نعم. تصور طبعا انت عمرك ما سمعت عنها في نوادي للضحك. فين هنا في مصر؟ لا
في الهند نروح لها بكره. يا ريت يا ريت نعملها في الهند. في اكتر بلد لان هم العواطف بتاعتهم الى حد ما ما بيوروهاش قوي. فتخش انا دخلت نادي من النوادي دهيت لا يمكن تبص تخش تلاقي الناس قاعده كلها عماله تضحك. بيبقى زي ايه بيقولوا نكت مثلا يعني. ولا حاجه بيتكلم هو ضحك. اول ما تخش وتلاقي الناس بتضحك انت هتضحك. ده اللي يفسر سر اقبال المصريين على برنامج باسم يوسف. يعني في ناس ما بيضحكوش على برنامج باسم يوسف. لا يعني بس حقق جماهيريه كبيره مثلا. لا شك ان عشان كان بيضحكنا ايام الابتسامه معديه والسعاده معديه. والسعاده دي مش في الاجنده بتاعت الخالق. انت ربنا خلقك في كبد. فانك انت دي عمليه عقليه انت بتعملها لنفسك. فلذلك اذا كان لك جار مبتسم وبيضحك تاكد ده هياثر فيك. اروح له على طول. واحد مكتئب وبتاع هيبقى خليك امشي يا ابن الذين ما قربش منك متاكد وعربش كده. ولذلك النصيحه اللي انا اقولها انك انت حاول انك انت تسامح، حاول انك تحب، حاول انك انت تبتسم حتى اذا كانت الظروف مش سامحه بذلك. حاول تخرج. اهم من ده النسيج الاجتماعي. لا يمكن حاجه. المواساه اهم. المواساه يعني ايه؟ ان احنا نواسي بعض في الاحزان. ايوه مش احزان، انك انت تقعد مع الناس وتتكلموا مع بعض نفضفض، ان يكون في نوع من انواع الحميميه اللي هو سميته انا في الاول راس المال الاجتماعي. انك تحس انك انت محبوب من الناس اللي حواليك، انك انت الناس اللي حواليك تساعدك. طب إن احنا نتجاوز ذاتنا. دي الروشته اللي بيقولها لنا دكتور احمد عكاشه. ونادي الضحك انت تعمله لنا التسامح. نادي الضحك كل يوم اعمل لكم نادي الضحك. بس قبل ما اطلع فاصل خد مني السؤال ده. هل توافق على خضوع مرشح الرئاسه انهم يقعدوا على شيزلونج الطبيب النفسي؟ لا، ما شيزلونج ده للعلاج. بلاش شيزلونج، نعمل تقييم نفسي تقييم لكل مرشح رئاسي بدل ما يوصل للسلطه. تقييم نفسي. احنا بنشوف هل عنده سمات تخليه قدرته على قياده البلد مش مظبوطه ولا لا. وعندنا مقاييس لدي. يعني كنت انت بتعمل مقاييس للي بيخش ضابط في المخابرات، بتعمل الجماعة اللي بيشتغلوا طيارين وفي الخارجية وبتعمل كذا اللي قائد الدولة اللي بيدير 95 مليون. لازم اولا تعمله كشف طبي كويس جدا. ايه الامراض؟ لا انا بكلم كشف نفسي. كشف الطبي يطلع مريض نفسي يكشف الشعب يودينا في ده. كشف طبي، لان الكشف الطبي بيبقى ياخد ادوية. في ادوية بتأثر على الحالة النفسية. يعني انت مثلا ايدن لما كان في انجلترا وهجموا على مصر كان معروف ان هو بياخد ادويه منبهه وبياخد ادويه مخدره ودي اثرت عليه. جيبوليه فرنسا لما كان بياخد كورتيزون. طب قول لي نجبر مين علشان يعمل ده؟ قانون انتخابات الرئاسة القادم نقول الكشف الطبي اللي هو بياخد كل الامراض اللي اصيب بها وهل ما زال على عقاقير ولا لا. الكشف النفسي بقى بتعمل اختبارات للتقييم، بتشوف هل الانسان ده متزن في قراراته ولا غير متزن؟ هل الانسان ده هو انطوائي ولا انبساطي؟ هل الانسان ده عنده ذكاء عاطفي وكاريزما وعنده حميميه؟ هل ذكائه العادي في تقييم نقدر احنا نقطع؟ هل ده متطرف محافظ ليبرالي؟ نعم. كل دي بنقدر نطلعها بشهادات معينه. لا شك ان هو لازم كل سنه يتعمل الاختبار ده، او مش الاختبار ده، هو يتعمل الفحص النفسي. لان كل المصايب اللي حصلت في العالم، هتلر لما مات 40 50 مليون، ستالين لما مات 15 مليون، كل الناس دولت كانت شخصيات مضطربه. دكتور احمد عكاشه عالم الطب النفسي الاشهر بيقول ينبغي خضوع مرشح الرئاسه الكشف طبي. مش خضوع، دي حاجه سريه هتكون سريه كبير. ما حدش يعرفها. يعني حد بقى ياخدهم كده في مواصله كويسه. ايوه لكن ما بيكشفش عليه. ده اختبارات تقييم، ما اختبارات بيطلع منها. وبيطالب ايضا بكشف طبي نفسي، وبيطالب ان يستمر ده كشف طبي سنوي. مش معنى انك عديت. لا ممكن اي واحد فينا يتعب فجاه. هنطلع فاصل لان اكرم فاروق طلع عيني وقال لي لازم نطلع فاصل بسرعه كده. اطلع فاصل يا اكرم.